عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم اليوم كالعادة في فيديو جديد باش نحكيو على آخر أخبار المنتخب التونسي وآخر أخبار لاعبيتنا خارج حدود الوطن. باش نبداو نحكيو على منتصر الطالبي اللي انتقل لنادي لوريون الفرنسي بعقد يمتد 5 سنوات، كذلك زيادة باش نحكيو على أنيس بن سليمان اللي تألق في أول جولة في الدوري الدنماركي، كذلك زيادة باش نرجعو نحكيو شوية على حنا بع المجبري وبعد الكلام اللي كثر عليه من خلال الجماهير وبعد الوقفة اللي وقفوها معاه وبعد برشا كلام، نرجعو نحكيو أكثر بالديتاي ونفسرو كالعادة، لكن قبل ما نبداو وما تنساش تنزل لايك وتنزل عندنا قوس باش أول فيديو جديد يهبط وتسلك تفرج عليه. باش نحكيو توا على أنيس بن سليمان اللي أكد القيمة الفنية نتاعو خاصة بعد مشاركته في الدورة الدولية الودية للمنتخب التونسي، وكان أثبت الجدارة نتاعو بعد الموسم الصعيب اللي كان عديها مع الفريق في السنة الفارتة. يرجع أنيس بن سليمان مع الفريق في افتتاح الدوري الدنماركي وقت اللي كانت المباراة ماشية نتيجة 0-0، اللي عمل إكسبلو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يتمكن أنه باش يسجل الهدف الأولاني ويعطي 3 نقاط، وهذه الكونفيرماسيون نتاع الثقة اللي عطاها له جلال قادري واللي من خلالها أثبت الجدارة نتاعو بالتواجد التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي. برافو بن سليمان، إن شاء الله يكمل هكا. باش نعديو توا نحكيو على الملاعبي منتصر الطالبي اللي انتقل إلى نادي لوريون ب5 سنين. الملاعبي هذا بصراحة أنا نحبه برشا على خاطر ملاعبي خرج من البطولة التونسية، لكن مع أنه خرج في صغر السن نتاعو قعد ساكت وما فماش برشا كلام عليه خاصة إعلامي، وما كانش يتكلم برشا في الكواليس. الملاعبي قعد مركز على الكرة وكل مرة تحس قاعد يتطور وقاعد يبرز، خاصة بعد المردود الممتاز اللي كان قدمه في كأس العرب، ورى وقت القيمة الفنية نتاعو، ورى اللي هو ملاعبي يستحق انه يكون موجود خاصة بعد اصابة ياسين مرياح. هذاك علاش نحكيه على منتصر الطالبي، وبعد الكلام زاد كيف كيف مع جلال القادري وقت نحكي معاه وقالوا لازمك تشوف فريق يكون في مستوى التطلعات نتاعك، خاصة انك ملاعبي صغير. الملاعبي هذا يبلغ القيمة التسويقية نتاعو 1.2 مليون يورو، لكن عنده الملاعبي ما يقول في روحه، خاصة زاد يتميز البنية الجسدية تخليه انه هو يكون مدافع عصري، زاد كيف كيف يخرج بالكورة نظيفة، عنده رؤية للميدان، كذلك زاد عنده رأسيات حاجة باهية ومدافع متكامل. إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله نشوفه منتصر الطالبي يتألق في الدوري الفرنسي. طيب باش تعديو نحكيو على حنا بع المجبري. حنا بع المجبري اللي بصراحة الملاعبي هذايا بعد ما كثر عليه الكلام وبعد الانتقادات الكبيرة خاصة على رأسهم المدرب اللي ما لعبش الملاعبي هذايا وما عطاش فرصته، هذاك علاش كثر الكلام بين اخذ ورد، ما بين خارج وما هوش خارج، ما بين باش يقعد وانه المدرب ما حاجتوش بيه. حنا بع المجبري من خلال التدريبات نتاع نادي مانشستر وقت اللي كان فرحان وسعيد، وتشوفوا الاجواء اللي كانت متميزه من تمارين نادي مانشستر مع حنا بع المجبري، كذلك زاد مازالوا 4 مباريات في التربص هذا في استراليا. ان شاء الله الملاعبي حنا بع المجبري ياخذ فرصته ويكونفيرمي، اذا كان ما خذاش فرصته وما لعبش، والا اذا كان ما قنعش المدرب ما فما حتى مشكل، ينجم حنا بع المجبري يغادر الفريق ويمشي نحو اعاره الى فريق يضمنه خاصه المشاركه اساسي ويكون اساسي ويلعب اكثر وقت ممكن، خاطر الماتشوات هي اللي تطلع في الريتم، الماتشوات هي اللي تعلمك، الماتشوات هي اللي تخليك تقدم. صحيح التدريبات عندها الى الكم ما يكفي ان نقولوا الجوار هذا قاعد يترين على روحه ويخدم ترافاي سبيسيفيك، خاصه اذا كان يكون ناقص في حاجه ولا هنا سور البلون فيزيك اذا كان ناقص نجم يخدم اكثر، لكن انه يكتسب الخبره من خلال لعب المباريات وتكون مباريات رسميه وفيها رهانات. لهنا نشوفوا اللاعب يتالق وان شاء الله تعود بالفائده على المنتخب التونسي. هكا حاولنا نلخصوا اخر الاخبار نتاع لاعبيتنا بالخارج. شكرا لكم على المشاهده، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، تصبحوا على خير الناس كل.